فيما يخص هذا الدور من خلال دخول التكوين المهني لدورة سبتمبر 2021. المناصب المفتوحة اللي فتحناها من أجل هذا الدخول اللي هي 6919 منصب تكوين مهني. كان عدد المسجلين تقريبا 4015 مسجل. المسجلين ما يخفاش عليكم ما يحضروش كاع، لأنه يسجل ونهار الامتحان امتحانات الانتقاء يحضر عدد معين، وبالتالي تم دمج جميع الحاضرون للامتحان اللي هما عددهم 3709 متربص. داير تخصص طاقة شمسية وإن شاء الله من القدام تاني ندخلوا فيه في المجال هذا مليح. واخترت التخصص هذا لأنه عجبني من الصغر، كنت حاب نخدمه في الدار ومزي ربي وفقنا ودرناه. اخترت تخصص كهرباء، هو زعما من المحظوظين أن الدفعة الأولى، احنا من الدفعة 2019 محظوظين بأن دخلنا المعهد هذا، تفتح افتتاح جديد وتقنية هائلة بزاف، ومتشرفين بلي رانا نقرأ فيها.